على سطح أكثر البحار المتنازع عليها، زادت الحرب الباردة بين الصين وحلفاء أمريكا في المنطقة وعلى رأسهم الفلبين، وواصلت حرارتها في الصعود بشكل متزايد. قانون جديد أطلقته الصين يبدأ العمل به في منتصف الشهر الجاري، يسمح لخفر السواحل باحتجاز الأجانب الذين يعبرون حدود البلاد بشكل غير قانوني دون محاكمة لمدة تصل إلى 60 يوماً. واشنطن ردت سريعاً بإعلانها الاعتزام على نشر قوات خفر سواحل أمريكية لدعم نظيرتها الفلبينية للحفاظ على حقوقه السيادية في بحر الفلبين الغربي، وسط تنفيذ الوشيك لسياسة الصين لمكافحة التعدي على ممتلكات الغير والتي تتعدى على أراضي البلاد في المنطقة الاقتصادية لبحر الصين الجنوبي. فالجو الملبد بالغيوم يزداد في بحر الصين الجنوبي منذ عام 2022، عندما سعى الرئيس الفلبيني بوغمبونغ ماركوس إلى إقامة علاقات أكثر تقارباً مع الولايات المتحدة، وهو ما يخالف موقف سلفه المؤيد لبكين. ومن وقت لآخر ترسل الولايات المتحدة بشكل منتظم مدمراتها البحرية للقيام بعمليات حرية الملاحة بالقرب من الجزر المتنازع عليها، كما يعد الممر المائي الذي تبلغ مساحته 1.3 مليون ميل مربع حيوياً للتجارة الدولية، حيث يمر عبره ما يقدر بثلث الشحن العالمي الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات كل عام، ما يزيد من المخاوف لاشتعال حرب نووية بين القوتين العظميين بعد القانون الصيني الجديد.